حديث الشبكة من جديد وعدد آخر نعرض لكم فيها ما مراج في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. معكم بليغ صديين ومواضيعنا الرئيسة اليوم: منشور عضو الكنيسة أيمن عودة حول جلوس وزير الأمن السابق فيكتور ليبرمان بجانبه يحصد آلاف التعليقات على فيسبوك. شرطيان من شرطة إسرائيل يسخرون من رجل عربي كبير في السن والشبكة غاضبة من الحادثة. بعد أن ننهي من هذه المواضيع سننتقل إلى وسوم الشبكة لهذه الحلقة، ومن ثم إلى نجم الشبكة منهينا برنامجنا مع الأنشطة المصورة الأكثر انتشارا في الأيام الأخيرة. سيشارك في الحديث عن هذه المواضيع زميلي الصحفي في آي 24 نيوز عمر ربيع. أهلا بك عمر. أهلا بليغ. الآن لنبدأ مع فقرتنا الأولى. كنا نستطيع أن نقول أن أيضا عضو الكنيسة من القائمة المشتركة ائتلاف الأحزاب العربية في إسرائيل أيمن عودة هو نجم الشبكة، ولكن اخترنا فيروز هذه المرة. قبل أن نتطرق إلى فيروز لنتحدث عن منشور أيمن عودة الذي كتبه على صفحته أيضا في تويتر وأيضا في فيسبوك، كتب هناك بإرفاق صورة له مع فيكتور ليبرمان: سعدت جدا باستقالة ليبرمان، ولكن النتيجة كانت أن وضعه بجانبي للأسف الشديد. سأقدم طلبا لرئاسة الكنيسة بإبعاده عني، كومة حجار ولا هالجار. إذا اختار أيمن عودة دائما يفضل الحديث مع متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي. أيمن عودة لا يعني يستهين بهذا الجانب وهو مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاول دائما التواصل مع يعني بلغتهم صحيح، يعني أحيانا يعني يقتبس طبعا احيانا يعني يقتبس كلمات من اللغه الدارجه، وايضا يعني يكتب الامثال الشعبيه مثل كوم تحجار ولا هالجار يعني نعم. وزير الامن الاسرائيلي. نعم. ماذا كانت التعليقات؟ التعليقات كانت من ردود الفعل كانت من الرواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب بطبيعه الحال، وايضا من الوسط اليهودي مثلا على سبيل المثال رونين أهرونوف من الوسط اليهودي كتب معلقا على ما جاء في ستاتوس أيمن عودة، قال: ليبرمان يقول أقول لكم ويمكنكم أن تمسكوني بالكلمة، إذا كنت رئيس الكنيسة فسأعطي أيمن عودة 84 ساعة لكي يغير مكانه. يسخرون من ليبرمان لأنه أمهل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية 48 ساعة ليغتاله إذا لم يعد المختطفين أو المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. نعم. أيضا كان هناك انتقادات من قبل يعني بعض الرواد والناشطين في المجتمع العربي، وكانوا يقولون أنها يعني هذا ليس وقته، أنت لسنا إحنا نحن لسنا في وضع وردي لكي نقوم بهذه يعني حملوا على أيمن عودة. نعم يعني الموضوع ساخر وكأنه صحيح. يعني ليس في مكانه. محمد نعمي يقول: تفضلوا عاد، وضع مجتمعنا من سيء إلى أسوأ، والأخ أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة باشي مش عاجبه إنه قاعد ليبرمان حده بالكنيسة. ينتقد أن أيمن عودة يتطرق لهذا الموضوع ولا يتطرق لمواضيع أخرى أهم وكأنه، لكن بطبيعة الحال يعني الشبكة تسلط صحيح. الضوء على المواضيع الساخرة المواضيع المضحكة خصوصا يعني إن كانت من جانب السياسيين يعني نعم. الناس هذا منشور وصلها يعني حوالي 4000 إعجاب مع يعني مئات من التعليقات صحيح. وآلاف من المشاركة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعطش الجماهير لمعرفة ما يجري لدى أعضاء الكنيسة وأيضا السياسيين بطبيعة الحال. نعم. من الوسط اليهودي هناك ردود فعل أخرى نعم. على هذا الستاتوس، فليا كوربانيف كتبت في موقعها وفي صفحتها إليا كوربانيف نعم. كتبت أو عبرت عن سرورها من أن أيمن عودة يريد الاستقالة، وتمنت أن تجد وظيفة أن يجد أبو مازن وظيفة مع أبو مازن في غزة، قائلة أن غزة تنتظر أيمن عودة. نعم هذا ما قالته. يعني ردود فعل مختلفة. كان هناك أيضا منشور
شو رأيته في صباح اليوم من إيهاب جبارين؟ يعني لا نملكه هنا، ولكن ينتقد تكرار أيمن عودة للموضوع مرة أخرى خلال يعني فترة قصيرة، فهو أيضا يعني كان هناك مقابلة على إحدى القنوات الإسرائيلية مع أيمن عودة بخصوص هذا المنشور بالتحديد، وقال هناك أيمن عودة أنه يعني ليس فقط معني في أن يبتعد عنه ليبرمان، ليبرمان قام يعني بطلب نقل مكانه بالفعل من جانب أيمن عودة، وأيمن عودة يقول أني سألحقه حتى يخرج من الكنيسة نهائيا. هذا ما قاله رئيس القوى المشتركة أيمن عودة. أعضاء الكنيسة يعني إلى جانب منافستهم في الحلبة السياسية، هذه الاختلافات في وجهات النظر السياسية دائما يعني يكون بها نوع من الأمر الشخصي أو الاختلاف الشخصي أيضا. أيمن عودة وليبرمان سبق وأن تبادلا الاتهامات والمشادات الكلامية فيما بينهم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإعلام وأيضا في الكنيسة على في الهيئة العامة في الكنيسة. نعم. رأينا العديد من المشاحنات بين هذين القطبين إن صح التعبير، أنها انتقلت الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هنا كان موضوع أيمن عودة والستاتوس الذي انتشر بكثرة، وننتقل إلى موضوع محزن لنقول ونقول نستطيع أن نقول أنه محزن أيضا بالنسبة للطرفين، بالنسبة للطرف الإسرائيلي والطرف العربي أو الفلسطيني في إسرائيل. شريط مصور فيديو ساخر قاموا يعني شرطيان من قبل شرطة إسرائيل بنشره أو انتشر بطريقة ما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانوا يسخرون من رجل مسن. يعني هناك تعليقات بالعبرية وهناك تعليقات بالعربية، هو يرد بالعربية. لنشاهد قسم من هذا الشريط المصور ونعود إلى التعليقات. אני עכשיו נותן לך פה דוחות 2000 שקל ואת האוטו מורידים מהכביש, צריך לגרירה עכשיו. משן אללה, משן רב אללה, תעשה לי אותו קטן, משן אללה, משן אללה, אל תשאלה אותי, משן אללה. גם הגלגלים שלך מרובעים, זה לא טוב. משן אללה, תעשה לי אותו קטן, תעשה לי דוח, אני מסכין. אתה מספר, אתה מסדר אותו? אני מסדר אותו, עכשיו אני מסדר. ומה עם הגלגלים מרובעים? מה זה מגלגלים? מרובעים. אני עכשיו הולך לסוף סוף וחוזר אליך, אני לא יכול מחליף אותם. אבל הם מרובעים. מה זה יעני מרובעים? מרובעים, צריכים להיות עגול. הוא כולם מסתובבים ביחד. עגול, זה נראה כמו... אני אסדר. הוא צריך להיות כולם מסתובב, הם לא מסתובבים ביחד. על מה לקוחה שאני אגע? מה עשית שנעת ככה? نعم، إذا لمحة قصيرة عن ما جرى في هذا الشريط المصور. هم يريدون أن يعطوه مخالفة على سيارته، هو طبعا يعني أيضا لا يتكلم العبرية بصورة جيدة، مؤلم جدا. ومن ناحية أخرى أيضا بدأوا بالسخرية منه ويقولون له أن يعني عجلات السيارة هي مربعة، يسخرون منه بهدف يعني الضحك، ومن ثم وما يزيد الطين بل أنهم يعني لم يكتفوا بالضحك عليه بل شاركوا هذا الفيديو على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. بحسب شرطة إسرائيل يقولون أن هذا الشريط المصور وهذه الحادثة بالتحديد حدثت قبل سنتين، ولكن فقط الآن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن يعني الآن وفقط الآن يريدون محاسبة الشرطيان. رياض الحج أو رياض حج كتب: السخرية من مواطن عربي على يد أفراد الشرطة لن يمر مر الكرام. طبعا غضب شديد من قبل الجمهور العربي في إسرائيل حول هذا الشيء. صحيح، الوسط العربي اجتاحتهم يعني موجة غضب بعد انتشار هذا الفيديو الذي اعتبره العرب في إسرائيل أنه يمس بكرامتهم، أنه يمنح رجال الشرطة في إسرائيل الحق بالسخرية والاستهانة والمس بكرامة كل شخص منهم. الحديث يدور عن شخص يعني مسكين بسيط، والشرطة يعني يستغلون هذا الحادث. طبعا إيهاب جبارين وهو من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن غضبه في مواقع التواصل الاجتماعي يعني من هذا الفيديو، وكتب قائلا: أنا كمان مش رح أنشر الفيديو، لو هذه الحادثة صارت مع الأثيوبية، اليهود الأثيوبيين يقصد، وصارت كان سكروا أيلون، هو شارع رئيسي في تل أبيب. يقول إيهاب جبارين: أحيانا يلي بنقصنا بس شوية كرامة، أقل ما فيها إعلامنا العرب المحلي مطالب بمتابعة الموضوع إعلاميا ومساءلة الشرطة الإسرائيلية. هناك يعني غضب في الشارع العربي، وهم يقولون أن يطالبون بترجمة هذا الغضب إلى احتجاج فعلي على أرض الواقع في الميدان. نعم، يعني من ناحية أخرى الجمهور الإسرائيلي، الجمهور اليهودي الإسرائيلي أيضا يعني استاءوا من هذا الشريط المصور، يعني وإجماع حول قضية أن الشرطيان يعني يجب أن يعاقبوا. أمير يؤف كتب: علينا أن نفرق بين الإرهابيين والعرب الذين يعيشون في البلاد ولا يضرون أحدا، وهذا الرجل بالتأكيد كذلك.
جدهم يمكن أن يكون بدل هذا الرجل، يجب أن يخجلوا كيف يمكنهم أن يفعلوا مثل هذا الشيء لرجل عجوز. أنا متأكد من أن الشرطيين معا لم يكملان 12 عاما من التعليم. يوبخ الشرطيان ويقول لهم يعني عار عليكم في نشر مثل هذا الشريط المصور، في يعني افتعال مثل هذه الحادثة. الاستياء أيضا في الشارع اليهودي لم يقتصر على اليسار، بل إنما كان أيضا غضب يهودي في اليمين الإسرائيلي. فكتب نداف يعقوب وهو من أحد رواد أو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كتب مع أنني يميني متطرف، في الحقيقة من المؤلم حقا أن نرى هذا الفيديو. كان يتوسل إليهم رجل كبير في العمر، ويعني يعتبر نداف يعقوب في ستاتوسه أن هذا يعتبر استهتار بكرامة الإنسان. نعم، يعني كان هناك أيضا تعليقات من قبل المجتمع الإسرائيلي التي يعني وتريد وكأنها يعني لا تريد تضخيم الموضوع أو تبرير الموضوع بصيغة أخرى. شاي خزون كتب: يبدو أني فهمت ما حدث، اضطرت سيارة النزول عن الشارع في أي حال لأنه تم اكتشاف عيوب خطيرة وفقا للشرطة. أما جزء من العجلات المربعة على الطريق لم يكن في مكانه. هذا ما قاله هنا شاي خزون، يعني واضح التحيز أيضا برأيه. صحيح. ولكن مجمل التعليقات من المجتمع الإسرائيلي وأيضا في المجتمع الفلسطيني عبرت طبعا عن مثل هذا الفيديو لا يمكنك إلا أن تغضب عليه، لا يوجد خيار آخر. نعم، من الجيد أن يعني نمتلك هذه المواقع التواصل الاجتماعي حتى ننشر مثل هذه الأشرطة المصورة. كما تحدثنا، هذه الحادثة حدثت قبل سنتين وأحد لم يعلم عنها. هذا اللي فيما يعني يتعلق بالفائدة التي يجنيها المجتمع من مواقع التواصل الاجتماعي. لا يمكنك أن تغطي أمر معين قد حدث، حتى لو بعد 100 سنة يمكنك أن تعود إلى الإنترنت. لن يمر مرة كيرا. طبعا. إلى هنا موضوعنا الرئيسة، وننتقل معا إلى وسوم الشبكة. الوسم الأول الذي انتشر في الشبكة وبالتحديد في المجتمع الإسرائيلي وهو Airbnb. نتحدث هنا عن الشركة التي تؤجر أو التي تضع يعني شقق في أنحاء العالم، ويعني يستطيع الشخص أن يدخل موقع Airbnb ويقوم باستئجار إحدى هذه الشقق. نتحدث عن حادثة التي فيها قامت هذه الشركة بإزالة جميع الشقق التي كانت معروضة في الضفة الغربية، باعتبار أن هذه الضفة الغربية في المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها أنها يعني أراضي مسروقة من الفلسطينيين ولا يمكن التعامل معهم. طبعا هذا يعتبر وكأنه انتصار لحركة المقاطعة لإسرائيل BDS. IPSC كتبوا كمنظمة على صفحتهم في تويتر: فوز هائل بالتأكيد لحركة مقاطعة إسرائيل، أحسن صنعا كل من عمل على هذه الحملة، حركة مقاطعة إسرائيل لا يمكن إيقافها. طبعا هذا القرار يعني حظي بترحيب ومباركة من قبل الفلسطينيين الذين أجمعوا على تحية وشكر هذه الشركة التي أكدت على أن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة. على سبيل المثال، Palestinian Rights، حقوق الفلسطينيين، كتبت في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي: انتصار آخر لحركة مقاطعة إسرائيل BDS. الشركة تقول إنها ستزيل القوائم في المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المسروقة بعد حملة مشتركة لBDS. نعم، ولكن استياء طبعا كان من جهة أخرى من قبل نشطاء يمنيين أو نشطاء إسرائيليين بشكل عام. جويل بولاك كتب على صفحته في تويتر: عطلت للتو حسابي في Airbnb، إن الرد على المقاطعة السخيفة لإسرائيل هو مقاطعة المقاطعين. ستكون العديد من المناطق المعنية جزءا من إسرائيل في أي اتفاق سلام. أفضل أن أدفع أكثر للفندق على أن أمول معاداة للسامية أو دعم للإرهاب الفلسطيني. يعني مقاطعة المستوطنات في هذه الحالة تصبح أوتوماتيكي معاداة للسامية ودعم للإرهاب، وهذا إذا يعني مواقف اليمن الإسرائيلي هي ليست جديدة. طبعا وزير السياحة الإسرائيلي أيضا خرج علينا خرج علينا في فيديو مصور على موقعه في فيسبوك، ياريف ليفين ومن حزب الليكود، وعبر عن بالضبط عن ما قاله هذا الناشط، وقال إن هذه الخطوة والإجراء من قبل الشركة الأمريكية إنما هو يصب في صالح الإرهاب الفلسطيني كما وصفه. وزيرة القضاء إيلا شكيل قالت أنها سترفع عليهم قضية وتعاقبهم قانونيا على مثل هذا الفعل، يعني بالرغم من أننا نتحدث هنا عن طبعا مصلحة مستقلة. صحيح. تستطيع أن تختار ماذا تقوم، يعني ما هي المبادئ التي تمشي
بحسبها وما هي التي لا تمشي بحسبها. إلى هنا كان موضوع Airbnb، طبعا اختلاف واسع في الشبكة حول هذا الموضوع من قبل يعني الأشخاص المعادين طبعا لنهج إسرائيل في الضفة الغربية والأشخاص يعني داعمين لها. ننتقل إلى هاشتاج انتقل بشكل كبير أيضا وهو Black Friday. نحن نتحدث عن يومين أو يوم ممكن بعيدين عن التنزيلات الهائلة أيضا في الإنترنت وأيضا في جميع المحلات حتى في القرى الصغيرة. هناك أشخاص يعني أصحاب محلات يقومون بخفض أسعار المنتوجات التي لديهم والخدمات التي لديهم بسبب Black Friday. ما هي موجة Black Friday؟ لماذا هذا الاهتمام الكبير في العالم من هذه الحملة؟ هذه الحملة يعني تلقى رواجا في جميع أنحاء العالم. الناس يعني بطبيعتهم والزبائن يبحثون دائما عن الأسعار الرخيصة التي لا تكلفهم الكثير، ولذلك فإننا نرى يعني العديد من الإقبال الغير يعني المنقطع النظير على المحلات التي تشترك في الجمعة السوداء أو Black Friday. موقع أليبابا الصيني للتجارة عبر الإنترنت أيضا قام بيوم العزاب الصيني الذي يعني يشهد تخفيضات وتنزيلات هائلة بالأسعار، ما يستقطب العديد من الزبائن على هذا الموقع. هو يعني بحسب الموقع تم يعني الوصول إلى قمة أخرى في المبيعات نسبة للأعوام السابقة، ما يدلل على يعني رغبة أيضا يعني قبل عدة أعوام لم يكن هناك رواج لقضية Black Friday كما هي اليوم. في الأعوام السابقة كان هناك يعني رواج لها فقط في الولايات المتحدة وهي نشأت هناك، ولكن الآن نسمع Black Friday في كل العالم يعني صحيح. كما يعني كما نتحدث أيضا عن يعني أمور أخرى في المجتمع الأمريكاني دائما ما تنتقل إلى مجتمعات أخرى. عنان مزلبط كتب صديقه. عن هذا الموضوع كتب مع مين لازم نحكي عشان ننقل موسم الأعراس على شهر 11 ونعمل تنزيلات Black Friday عن قوط، أي الأموال التي يعني يقوم الشخص بإعطائها للعريس أو العروس في الزفاف. هاشتاج لأنه مصروف الشوبينج راح بالأعراس، بعدها المعدة ملاني شريمس ومكرمة. هذا ما يقوله عن الأعراس، طبعا انتقاد للأعراس والأموال التي يعني تعطى وكانوا للعريس والعروس. ماذا كان هناك تعليقات أخرى؟ أيضا رمسيس قصيص يعني أكمل في موجة السخرية على هذا اليوم وكتب في موقع التواصل الاجتماعي، طب أنا من يوم الجمعة حاولت أكل مرتين بطاطا وتحترق معي، هيك بيكون صار معي Black Friday. يعني هو يعني تساءل بشكل ساخر على هذا اليوم. نعم. أيضا تعليق من أور كوهن كتب صديقي يتساءل إذا قدمت حماتي إلي في يوم الجمعة هل هذا يعني Black Friday؟ يوم الجمعة ذلك. يوم الجمعة الحزينة. استياء طبعا كبير من قدوم حماته، يبدو أنه يعني هناك كهرباء بينهما. وعلى النقطة التي ذكرتها أيضا في بداية الحديث عن هذا الموضوع أفرهام هيرمون كتب أيها الإخوة الإسرائيليون، ونتحدث هنا عن شخص يبدو أنه يهودي أمريكاني، كتب أنتم لا تحتفلون بعيد الشكر أي Thanksgiving و99 منكم لا يحتفلون بعيد الميلاد، من أقنعكم أنكم بحاجة إلى الجمعة السوداء؟ لا أعرف بالصراحة. نعم يعني غريب جدا هذا، الثقافة الأمريكية كيف لها تأثير كبير على الأشخاص في صحيح. يعني مجمل أنحاء هذه هي العولمة، المجتمعات يعني الأقل أو الأصغر من حيث يعني جميع المقومات تميل دائما إلى تصديق أو استيراد الأمور والثقافات واللغات طبعا من منهم من المجتمعات الأقوى. هذا طبعا يعني وهناك تأثير طبعا للأفلام الهوليودية التي يعني طبعا تشتهر بكثرة، ويعني هذا ما من الممكن أن هذا ما جعل من Black Friday أيضا يعني رائجا في جميع أنحاء العالم. إلى هنا نختتم وسوم الشبكة وننتقل معا إلى نجمة الشبكة. كما تحدثنا في بداية البرنامج نجمة الشبكة هي الفنانة فيروز، الفنانة اللبنانية السيدة فيروز. طبعا نتحدث عن يعني أيقونة
في الفن العربي، وكان عيد ميلادها في هذا الأسبوع، وبسبب يعني قدوم عيد ميلادها 83 جميع محبيها، ونتحدث هنا طبعا عن أكثر من 90% ممكن من العالم العربي قاموا بكتابة منشورات عن السيدة فيروز. فاتن خطيب وهي إحدى محبات أو معجبات بصوت فيروز كتبت: لما بتتنفس صوتها وبتدفى بإحساسها، صعب توصف مشاعرك، حبك وصباحك ولحظة زعلك، ليلك الطويل وشوقك، القهوة والمطر، القمر والهوى، بدون ما ترن جواتك كلماتها. فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تنسى آسف دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر، للشاعر محمود درويش. كلمات دافئة طبعا، بالفعل فيروز تستحق هذا وتستحق أكثر من ذلك. هي التي يعني يتابعها العديد من الأجيال يعني منذ سنوات طويلة، وأعتقد أن في هذا الوقت أيضا ما زالت السيدة فيروز أيقونة كما قلت. بليغ مصطفى غريبي كتب أيضا في موقع التواصل الاجتماعي يعني بذكرى ولادة السيدة فيروز، يقول: أصبحت فيروز جزءا أساسيا من الثقافة الصباحية لبلاد الشام، لا مهرب من سماعها في الراديو، الحافلة، التاكسي، من مذياع أحدهم بينما تقف تنتظر في الإشارة، في طريق ذهابنا للعمل والدراسة، أجمل وقت لسماعها هي الصباحات الشتوية التي طبعا تتزامن مع مثل هذه الأوقات. سؤال: ماذا كانت تسمع فيروز في الصباح؟ نفسها أكيد. طبعا سعاد عطيفي كتبت: كنت أحب أغانيها، لكن سؤالي: لماذا الفنانين دائما مع الطغاة وليس مع الشعوب التي صنعتهم؟ لقد سمعت تأييدها وتأييد الرحابنة ببشار الأسد قاتل الأطفال سوريا بالبراميل المتفجرة، إدخال السياسة أيضا لهذا المكان. يعني لا أعلم، أنا شخصيا لم أرى أي منشور من السيدة فيروز على أي قضية سياسية، هي غير مسيسة باعتقادي، وأيضا يعني هذا ما معروف عنه. ولكن الزج بالسياسة في عالم الفن أنا يعني أستهجن مثل هذه الأمور. هناك يعني بليغ من نفس النقطة أيضا وهي الملف السوري أو الأزمة السورية، كتب عزم حكيم يعني من الجهة الأخرى من الجهة المؤيدة للنظام السوري، يقول عزم حكيم في موقع التواصل الاجتماعي: عندما تغني السيدة وين وين أصوات وين وجوه في هذا الزمن لا تتذكر إلا ماذا؟ إلا السوري اللاجئ الذي ترك بيته دون عنوان، لكل أم سورية، لكل أب، لكل طفل ترك للنسيان بغض النظر عن المسبب لهم. هذه الأغنية فيروز صباح، فيروز صباح وفيروز مساء، هم يعودون إلى مرة أخرى إلى السياسة وإلى الأزمة السورية، وكأنهم يعني يتغاضون عن ميلاد السيدة فيروز، عن كل الثقافة والأغاني التي قدمتها على مدى عشرات السنوات، هم يختزلونها بموقف هنا وموقف هناك. يعني نحن دائما يعني هذا الموضوع تكرر أو حدث في السابق عندما يعني في ذكرى أو ليس ذكرى وإنما وقت وفاة ريم بنا الفنانة الفلسطينية. صحيح. التي كانت مؤيدة للمعارضة السورية، يعني على خلاف ما تقوله سعاد عن السيدة فيروز أو عن الرحابنة بشكل عام. وطبعا يعني انقسمت الشبكة حول هذا الموضوع، وباعتقادي لذلك فيروز يعني لا تريد أن تأخذ موقف من القضية السورية، وأيضا يعني مواقف سياسية بشكل عام. هي أيقونة للأغنية العربية، هي كما تحدث هنا يعني أصبحت جزءا من الثقافة الصباحية في بلاد الشام، ويجب أن تبقى كذلك لأنها تستحق طبعا. وكل عام وهي بخير. إلى هنا ننتقل، إلى هنا نختتم نجمة الشبكة، وننتقل معا إلى الفيديوهات الأكثر انتشارا. نصل الآن الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، فقرة الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا في الشبكة في الأيام الأخيرة. لعبة الببجي تحتل شاشات الهواتف الذكية في هذه الأيام، لكن هذا الشاب منزعج منها ويدعي أنها حرام. السلام عليكم يا جماعة، لعبة الببجي حرام، لعبة الببجي من المنكرات، يعني زي الحشيش والخمر والويسكي. انت يوم تلعب لعبة الببجي وكعرب بالتياغة، انت تعدنك بتحشش، يعني تعدنك انت قاعد بتسكر. ربنا سبحان الله حرم لعبة الببجي على عباده، وبقول لكل انسان بيلعب لعبة الببجي وكعرب بالتياغة، صدقني راح تخش النار، راح تخش نار جهنم. هذا مش كلام يا جماعة، هذا كلام رب العالمين. ربنا حرم لعبة الببجي على عباده، وبقول لكل إنسان بيلعب لعبة الببجي
لا تحاول تخش الجنة لأن محاولاتك فاشلة، لأن ربنا سبحان الله حكى لكل واحد بيلعب لعبة البمجي سيفوت النار يا جماعة. نصيحة مني، أنا شخصيا لا ألعب لعبة البمجي. هل تلعب لعبة البمجي؟ لا. هل هناك مصداقية في كلامه؟ لا أعلم، ولكن قبل قليل يعني دخلت إلى أحد المواقع العراقية ورأيت خبرا مفاده بأن المرجعية الشيعية في العراق أصدرت فتوى رسمية تؤكد كلام الأخ هنا. لا أعلم غريب من يؤكد كلامهم أو العكس. نعم. لنشاهد الشريط المصور الأخير، انتشار شريط مصور لحادثة نادرة في إسبانيا، لنشاهد. نعم، مخيف جدا بالفعل. ومع هذا الشريط المصور نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا هذا اليوم. شكرا لك زميلي الصحفي في i24 نيوز عمر ربيع على تواجدك معنا. نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم أحداث هذا الأسبوع على أفضل صورة من منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على صفحتنا في فيسبوك وقناتنا في يوتيوب i24 نيوز عربيك. هناك تستطيعون أن تشاركونا بآرائكم حول المواضيع المطروحة وطبعا طرح مواضيع للحلقات التالية. كان معكم بدر صلاح الدين، لنا لقاء.